صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب حملت لنا مع المعلومات الجديدة مع الفلك وأبراجنا ال 12. شو ناطرنا لليوم بفقرة أوروسكوب؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم مع برج الحمل. اليوم أنت بحاجة لكثير من الدعم المعنوي، لدرجة إنه يمكن تتخلى عن عاداتك وتقاليدك لتوصل لهدفك. حاول ما تبقى لحالك اليوم وما ترفض الدعوات يلي ممكن تتقدم لك، فاليوم نهار اجتماعي بامتياز فيك من خلاله تكون صداقات جديدة. الثور، انت محتار بين شغلك وبين الفرص الكتيرة يلي عم تتقدم لك، بنصحك تستشير احد الاشخاص يلي بتوثق فيهم تتقدر تاخذ قرارك النهائي وتكون مقتنع فيه. حاول تكون اعصابك هادية، هيك فيك تتأقلم بكل التغييرات يلي ممكن تصير بحياتك العملية او العاطفية. صديقي الجوزاء، انت مرتاح من الناحية العملية والمادية هيدي الفترة، فثقتك بحالك ومصداقيتك عم بيخلوك تتقدم بشغلك بشكل كتير سريع مثل ما انت كنت متوقع. اما عاطفيا اذا كنت اعزب يمكن تتلاقى بشخص يلفت لك نظرك من اول نظرة وبتتبادله الاعجاب، اما اذا كنت مرتبط فحالة من الاستقرار عم تسيطر على علاقتك بالشريك. منوصل لبرج السرطان، مهنيا يوم غني بالمفاجآت الغير متوقعة وبتكون كلها لصالحك وبتساهم بمعرفة قوة خبرتك بالمجال يلي انت فيه. اما عاطفيا لازم تفكر بمصلحتك او بمصلحة الشريك قبل ما تاخذ اي قرار بيتعلق بمستقبل علاقتكم. الأسد، مهنيا يمكن تعاكسك بعض الظروف ويصير في مشاكل بين الزملاء بالعمل، فبنصحك تبعد وتبقى بموضوعي وما تتدخل بأي شيء ما بخصك. أما عاطفيا بتوصل اليوم أنك تنهي مشاكل كانت علقانة وبتاخذ أنت والشريك قرار مصيري لعلاقتكم. منكمل مع برج العذراء، مهنيا بتطالب بحقك بالشغل بعد ما حسيت انه الواسطه عم تلعب دورها بشكل كتير كبير وبالتالي يمكن يصير في مشاكل، فحاول تحافظ على اعصابك اذا ناوي تاخذ حقك. اما عاطفيا بتاخذ بوجهه نظر الحبيب ببعض الامور يلي كنت مردد فيها لك فتره بعد ما تاكدت انه بمعظم الاحيان كان معه حق. ننتقل لبرج الميزان، يوم مميز صار لك فترة ناطره، أوقات حلوة بتقضيها مع الحبيب بعيد عن ضغط الشغل والمشاكل العائلية يلي صار لك فترة عم بتعاني منها. حاول قد ما فيك تكون ديمقراطي مع المحيطين فيك تما تحصرون بسبب عنادك. عزيزي العقرب، شو حمل لك اليوم الفلك من نصايح؟ بيكون التوتر مسيطر عليك هيدي الفترة وبتحس انه عليك مسؤوليات كتير كبيرة وما عم تعرف من وين بدك تبلش. حاول تروق حالك شوي تقدر تركز وتنظم وقتك تما تقصر من أي ناحية إن كان العملية الاجتماعية أو العاطفية. ننتقل للقوس، مهنيا بتلاقي طريقة تقدر من خلالها تقنع الزملاء بالمشروع يلي إلك فترة عم بتخطط له وبتنجح، وهيدا المشروع رح يتكلل بالنجاح لأنه كل المحيطين فيك رح يكونوا داعمينك. أما عاطفيا هموم عاطفية جديدة بتتراكم عليك، بتحس بالتعب لكن هيدا الشيء ما بيمنع إنك تكون رومانسي ببعض الأحيان. الجدي، نهار مزعج نوعا ما، بعدك متوتر وعندك شغل كتير وعم تركز على أمور الشراكة مع أحد الأصدقاء أو على مشروع جديد صار لك فترة عم تشتغل عليه. ما تزعل إذا بعد الأمور ما مشيت مثل ما أنت بدك، فيمكن تكون لخيرك. منوصل لبرج الدلو، عم ترتاح أخيرا وعم تحصل على دعم من الناس يلي حواليك وعم ترجع ثقتك بحالك يلي خسرتها بسبب أخطاء عملتها بفترة فقدت السيطرة فيها على تركيزك بالعمل. أما عاطفيا الحبيب دعمك بكل الخطوات يلي عملتها ويلي رح تعملها ورح يبرهن لك على مصداقيته. مننهي اليوم فقرتنا مع برج الحوت، نهار متعب حاول تخفف ضغط عن حالك وتقدم افضل شيء عندك اياه، ما تستخف بالمسؤوليات يلي محملينك اياها بالشغل. اما بالنسبه لمركزك الاجتماعي فانت محبوب من الجميع والكل بده يتقرب منك. مولود اليوم من صفاتك غامض شوي لدرجة أنه صعب حدا يفهم تصرفاتك، بتكره الصوت العالي وبتفضل الوحدة على أنه تنحط بعالم مليان بالضجة والموسيقى. رايق كتير، المهم ما حدا يستفزك وإلا دغري ببين على وجهك. أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم، إذا حابين تعرفوا أكثر عن برجكم فيكن تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com وأنا رح جاوبكن عن كل الأسئلة. بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة من أوروسكوب. Thank you.